الأخبار مع حسام ياسين. أسعدتم مساء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية المفصلة من صوت فلسطين، نبدأها بالعناوين. استشهاد مواطنة في التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار أتاتورك في تركيا، والسيد الرئيس يدين الهجوم. الرباعية الدولية تصدر تقريرها حول الأوضاع في فلسطين خلال جلسة لمجلس الأمن الليلة. وزير الخارجية المصري يصل إلى رام الله اليوم حاملا رسالة إلى الرئيس محمود عباس من نظيره المصري. أهلا بكم إلى التفاصيل. أفاد سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى لإذاعتنا أن مواطنة فلسطينية من بين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه ثلاثة انتحاريين في مطار أتاتورك في تركيا ليلة الماضية، فيما أصيب باقي أفراد عائلتها بجروح مختلفة. وأوضح مصطفى أن المواطنة وعائلتها الذين في الهجوم كانوا غادروا جدة في طريقهم إلى فلسطين عبر أنقرة، مشيرا إلى أن اثنين من أطفال العائلة جروحهم بالغة الخطورة، فيما أصيب مواطن آخر كان في الرحلة ذاتها. يذكر أن حصيلة ضحايا الهجوم الدموي ارتفعت إلى 41 قتيلا ونحو 150 جريحا. هذا ودنا رئيس محمود عباس فجر اليوم الهجوم الإرهابي الذي وقع في مطار أتاتورك في تركيا ورح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وقدم الرئيس حر التعازي باسمه شخصيا وباسم شعبنا وقيادته للشعب التركي وقيادته وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. عزى الرئيس محمود عباس رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام بضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت بلدة القاع، وأكد الرئيس في برقية التعزية وقوفه وشعبنا التام مع لبنان الشقيق حكومة وشعبا في تصديه لهذا الإرهاب المجرم الذي يستهدف أمن لبنان واستقراره وبث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد. واستنكر الرئيس الإرهاب بكافة أشكاله وأيا كانت الجهات التي تقف وراءه، داعيا الله للضحايا بالرحمة والغفران وللمصابين بالشفاء العاجل وللبنان الأمن والاستقرار. قال وزير الخارجية دكتور رياض المالكي أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أراد إرسال رسالة واضحة وقوية لكل من سيخلفه، متمثلة بضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإعادة التأكيد على أهمية رفع الحصار عن قطاع غزة. وشدد المالكي في حديث لإذاعتنا على أهمية العلاقات ما بين فلسطين والأمم المتحدة ومكتب الأمين العام، خاصة وأن الأمم المتحدة عنصر أساسي في تركيبة أي اجتماعات ذات طابع دولي لحل القضية الفلسطينية. من جهة ثانية قال وزير الخارجية أن القيادة بانتظار زيارة المبعوث الفرنسي لعملية السلام بيير فيمون إلى فلسطين بعد عيد الفطر للاستماع منه حول الجهود الفرنسية ما بعد اجتماع باريس وكيفية المساعدة فلسطينيا في دعم هذه الجهود. واعتقد المالكي أن تقوم الرباعية الدولية بتوزيع تقريرها عن الوضع في الأراضي الفلسطينية على أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة سيعقدها المجلس هذه الليلة، موضحا أن القيادة ستحصل غدا الخميس على نسخة من التقرير لدراسته ووضع رؤية فلسطينية لكيفية التعامل مع ما جاء فيه. يصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله ظهر اليوم حاملا رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس محمود عباس. وقال وزير الخارجية دكتور رياض المالكي لإذاعتنا إن الوزير المصري سيحمل الموقف المصري الداعم والمساندة للموقف الفلسطيني، كما سيتحدث عن مشاركة مصر باجتماع باريس ودورها في دعم الجهود الفرنسية، وسيتحدث أيضا عن تقرير الرباعية الدولية ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية بمجلس الأمن. اعتقلت شرطة الاحتلال 7 شبان وفتية مقدسيين الليلة الماضية ممن تصدوا لاقتحامات المستوطنين ليصل العدد الإجمالي للمعتقلين 25. وأفاد مراسلنا في القدس أن باحات المسجد الأقصى تشهد حاليا هدوءا بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف زيارات المستوطنين إلى الأقصى حتى نهاية شهر رمضان. قررت شرطة الاحتلال صباح اليوم الإفراج عن المحامي محمد عليان والد الشهيد بهاء بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة 15 يوما والحبس المنزلي لمدة 5 أيام. وأوضح المحامي محمد محمود أن التحقيق مع عليان جرى حول الانتماء لتنظيم إرهابي والوقفة الخاصة بجثامين الشهداء التي جرت بالأقصى الجمعة الماضية على حد زعم شرطة الاحتلال.
قضت محكمة الاحتلال في القدس اليوم بالسجن الفعلي لمدة 100 يوم على الطفل المقدسي القاصر فادي الشلودي 14 عاما ودفع غرامة مالية بقيمة 2400 شيكل، علما أنه أمضى 9 أشهر في الحبس المنزلي. مددت سلطات الاحتلال في سجن عفر اليوم الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي للأسير عبد الرحمن الزبن من مخيم جنين لمدة 2 شهر بعد انتهاء الحكم الأول لمدة 4 شهور دون توجيه أي تهمة والاكتفاء بما يسمى بالملف السري. قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عساق قرقع أنه تم إعطاء مهلة للصليب الأحمر الدولي خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا للرد على مقترح تقدمت به الهيئة بتجميد قرار تقليص زيارات الأسرى حتى نهاية العام لحين استكمال النقاشات الداخلية مع الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير والأسرى. وأوضح قرقع لإذاعتنا أن هيئة الأسرى تنتظر رد الصليب الأحمر على هذا المقترح خلال اليومين القادمين، وفي حال كان الرد سلبيا فإنه سيتم إعلان مقاطعة الصليب نهائيا. بدأت اليوم حافلة المسافرين عبر معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة بمغادرة الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري في اليوم الأول من فتح المعبر بشكل استثنائي بالاتجاهين أمام الحالات الإنسانية. وكانت السلطات المصرية قررت فتح المعبر لخمسة أيام اعتبارا من اليوم وحتى الاثنين المقبل عاد الجمعة في كلا الاتجاهين أمام ذوي الحالات الإنسانية من المرضى والطلبة وحملة الإقامات الأجنبية ولعودة العالقين إلى غزة. يجتمع القادة الأوروبيون في بروكسل للمرة الأولى اليوم دون مشاركة لندن من أجل تحديد أفاق جديدة للمشروع الأوروبي بعد خروج بريطانيا. ووافق قادة الدول 27 الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي على منح بريطانيا مهلة قبل إطلاق آلية الخروج رسميا مع التشديد على أنهم لن يقبلوا الانتظار طيلة أشهر. وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل البريطانيين بأنه لن يحق لهم انتقاء ما يريدون في علاقاتهم المستقبلية مع الكتلة الأوروبية، وذلك حرصا منها على عدم انتقال العدوى إلى دول أخرى. في حالة الطقس أخيرا، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. غدا الخميس يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. كانت هذه النشرة الإخبارية المفصلة قدمناها لكم من صوت فلسطين، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. استشهاد مواطنة في التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار أتاتورك في تركيا والسيد الرئيس يدين الهجوم. الرباعية الدولية تصدر تقريرها حول الأوضاع في فلسطين خلال جلسة لمجلس الأمن الليلة. وزير الخارجية المصري يصل إلى رام الله اليوم حاملا رسالة للرئيس محمود عباس من نظيره المصري. نهاية النشرة، إلى اللقاء.